تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن مباراة الزمالك وتونجت منه إلى فاصل، وبعد الفاصل وان تاتش مع عمر عبد الله نتحدث فيها فنيا زي ما تعودتوا معنا. في السادسة مساء وعلى استاد القاهرة الدولي يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام نظيرية تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مواجهة لا يوجد لها بديل سوى الفوز للفارس الأبيض من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور الربع النهائي وتجنب الخروج من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيصل الزمالك إلى النقطة الثامنة متساويا مع مولودية الجزائر صاحب نفس الرصيد من عدد النقاط حال فوزه على تونجيت، لكن هناك شرطا وهو خسارة المولودية في مباراته أمام الترجي التونسي وهو اللقاء الذي سيقام على ملعب رادس حتى يضمن الفارس الأبيض تأهله للدور المقبل. وفي في حال فوز الزمالك وخسارة المولودية سيكون رصيد الثنائي 8 نقاط، إلا أن المواجهات المباشرة سترجح كفة الفارس الأبيض للصعود، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما حقق الزمالك الفوز على المولودية في ملعب 5 جويلية بالجزائر بهدفين دون مقابل. واستعد الزمالك بكل قوة خلال الأيام الماضية تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة، حيث خاض الفريق العديد من التدريبات بعد العودة من الجزائر عقب الفوز على المولودية، وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات الماضية من أجل رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين. وشهدت تدريبات الزمالك الجماعية عودة أحمد سيد زيزو بعدما كان قد عانى من إصابة في وجه القدم أبعدته عن مواجهة المولودية، بالإضافة إلى محمد عبد السلام الذي أنهى برنامجه التأهيلي وعاد أيضا للمشاركة في التدريبات الجماعية. وتضاءلت فرص عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر باللحاق بالمباراة، حيث يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، إلا أنه ما زال ينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي. وسيغيب عن الزمالك أيضا كل من إمام عاشور وأحمد عيد بعد قرار إيقافهما لأجل غير مسمى من المشاركة مع الفريق الأول والتدريب مع فريق الشباب. ومن المقرر أن يعول كارتيرون على جهود محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى بجانب شيكابالا ويوسف أوباما اللذين هزا شباك المولودية، فضلا عن طارق حامد وفرجاني ساسي الثنائي المتناغم في الفترة الأخيرة. مواجهة مرتقبة، فهل يقدر الزمالك على الفوز وانتظار النتيجة المولودية والترجي لحسم الصعود، أم سيكون لتونجيت السنغالي كلمة أخرى؟